حماية الغاب، قلعة المضيق، دخول الجيش للمنازل وعمليات تفتيش والنهب من قبل عناصر الأمن والشبيهة وعمليات التكسير. هذه الإصلاحات. تفضل يا سيد نبيل العربي، شوف بينك الإصلاحات اللي وعدك فيها بشار الأسد. ها هي بالصوت والصورة. هاي الغرفة الأولى اللي فيها عمليات تكسير. هون يا سيدي الصالون، بداية دخولهم. طبعا ما مخلين ولا آني زجاجية ولا حتى الكمبيوتر سليم. تفضل شوف بعينك. حتى أداة الخياطة ممكن تستعمل لعمليات تفجير، اللي هي ماكينة خياطة. وهي ندخل على الغرفة الثالثة اللي فيها تكسير حتى للصور الإسلامية.